عسلامة الناس كل. اليوم مش نقدم لكم قصة حول العالم في 80 يوما للكاتب جول فيرن. القصة هذه تحكي على راجل غني برشا مشى لنادي الإصلاح اللي هو نادي مخصص للأغنياء، وينتراهن هو وراجل انه يعمل جولة حول العالم في 80 يوما، والخاسر يتنازل على ثروته بكلها للآخر. القصة هذه صارت في القرن 19، خاطر في وقتنا هذا باش يكون سهل انه نعملوا جولة حول العالم في 80 يوما، اما في وقتهم هذاك كانت حاجة صعيبة. لذلك انا ننصحكم تقراوا القصة هذه، وانا قام الرجل هذا وخادمه المطيع برشا مغامرات، وانا ساعات حتى عمل طرق مجنونة باش ينجم يوصل الهدف نتاعه. لذلك هذا بكل تعرفوه في القصة هذه اللي متوفرة زادة بالفرنسية. إلى اللقاء.